أرضي هي أولاً البلد الذي نبنيه ونقدم الجهود كي يزدهر، وثانياً وبمفهومها الأوسع هي الكوكب الذي أود أن يعيش عليه أولادي، وسأورثهم هذه الأرض على الأقل ليست في حال أسوأ مما كانت عندما استلمتها. أنا محظوظ لأنني أجمع في عملي بين تحصيل المال وعدم الإضرار بالبيئة. نحن نزاول الزراعة العضوية الصديقة للبيئة. يدير أندري نيكولايوك منذ عام 2014 معمل معالجة اللحوم، وكل شيء مصمم هنا وفقاً لمعايير الجودة. غرف التبريد وقسم المعالجة وقسم المنتجات نصف الجاهزة وصنع المرتديلا وأيضاً قسم التوابل والتغليف. المصنع حديث أسسته شركات التصميم الأوروبية. نحاول جذب الشباب لإدارة الأقسام الفرعية لدينا، لأن أجهزة الكمبيوتر والتقنيات الحديثة تتطلب مستوى أكثر تقدما. لم يعمل الشباب في البداية عندنا، ولكنهم يشكلون الآن من 20 إلى 30% من عدد العمال، ونحن ندعمهم. المرتديلا واللحم المدخن والنقانق وصناعات الأغذية تتطلب مهارة عالية، حيث أن ما نأكله يجب أن يبدو كعمل فني. ينتج مصنع اللحوم 60 طناً من المنتجات شهرياً، ويواصل توسيع أصناف منتجاته، ويضيف الأخصائيون شهرياً وصفات وأنواعاً جديدة من الوجبات الجاهزة. هكذا أدخلت إيرينا زيلو خلال سنتين من العمل 20 وصفة من وصفاتها، وهي الآن تتبع بدقة كل مرحلة من مراحل إنتاج ابتكاراتها، ومنها مرتديلا لافيليه، وهي تقر بأنها ترى العمل في منامها. هذه مسؤولية كبيرة للغاية، لأن التقنية مسؤول عن جودة المرتديلا ومذاقها الغني. يحدث أنني أحلم بالمرتديلا وأقلق عليها وأفكر بها، أحلم بها وزوجي يطلبها يومياً، لا يستطيع العيش يوماً واحداً من دونها. يجب على كل خبير فني أن يتعلم باستمرار، لذا لا ينبغي القيام فقط بما علموه القيام به في المعهد، يجب عليه أن يقرأ لكسب المعرفة حتى من خلال الزملاء وابتكار وصفات جديدة، لأن سوقنا بحاجة اليوم إلى منتجات جديدة. يعدون في قسم المنتجات نصف الجاهزة 25 نوعاً من المنتجات، ومنها الأقرص والكباب ولفائف لحم البقر ودجاج الشواء واللحم المدخن وغيرها الكثير. وبطبيعة الحال هناك نهج خاص لاختيار المواد الخام، يجب على الموردين تقديم الشهادات الصحية والشهادات البيطرية لكي لا يظهر عند المشترين أي شك. فمثلاً ختم الجودة على فخذ اللحم هذا مرئي بوضوح. هذا منتج فاخر موجود وراء ظهري، وهو الهامون، وهو من اللحم المملح المجفف من المنتجات الغالية الثمن نسبياً. السعر في المصنع 500 هريفنا للكيلوغرام الواحد. تعود تكلفته العالية إلى أنه يتطلب استثماراً طويلاً للموارد المالية. يمكن أن نلاحظ هذا من خلال الملصقات. يجري تحضير هذا المنتج منذ عام ونصف، والآن فقط خرج من حجرة التحضير ويعد للبيع عبر شبكة المتاجر. الخامون الإسباني والجامبون الفرنسي أو الباراشوت الإيطالية هو لحم مقدد على البارد. تم اختراع هذه الطريقة لتحضير فخذ اللحم عندما لم يكن هناك بعض برادات. وهذا المصنع يعده وفقاً للوصفة الإسبانية الكلاسيكية. قبل 2000 عام كان يصطحبه أسلاف الفاتحين معهم في الطريق كمنتج مغذ وغير حساس لظروف التخزين. لم يتخيل أباطرة الرومان مآدبهم من دون هذا الطبق، وكان هذا الطعام الفاخر دليلاً على الرخاء.
وتقول العاملة ماريا هوناروك مبتسمة أن الدهن المقدد أكثر فائدة، وهي تعمل في المصنع منذ تأسيسه. دهن السندويش المبتل والمجفف والدهن المدخن والذي يضاف للمرتديلا هو منتج ذو قيمة عالية. اعتبر أجداد الأوكرانيين الشحم مادة لا غنى عنها في علاج العديد من الأمراض مثل ألم الأسنان وكعب القدم والمفاصل وحتى لتجديد القوة الجنسية. الشحم منتج طبيعي نقي ويستخدم في جميع أنواع المرتديلا كما وتستخدمه أي ربة منزل. إنه منتج ممتاز وخصوصا مع حساء البرش ورأس البصل. هناك رجال يحبون الشحم وهو غير ضار أبدا، على العكس هو مفيد جدا. الغذاء المفيد يعبر عن ثقافة حب الذات. يقول أندري نيكاليو: يجب تجنب الجلوتامات في الطعام وغيره من معززات النكهة، وهو يرغب عملية استقبال الذبائح المستلبة من المزارع العضوية فقط. نضجت الفكرة ببساطة شديدة. يريد الناس استهلاك طعام جيد وآمن، ومهمتنا تلبية احتياجاتهم. يعمل في مؤسستنا 130 شخصا. نحن نزرع حوالي 4000 هكتار من الأراضي في منطقة تشيرنيهف، كما نمارس زراعة النباتات وتربية الماشية وتجهيز المنتجات الحيوانية. نتسلم المواد الخام من مزارع التي نسمن فيها العجول. يوجد لدينا حوالي 200 ثور تقريبا، وهو أمر ليس سهلا. يمنع إعطاء المواشي أي عقاقير هرمونية أو غيرها من الأدوية المسرعة للنمو وعملية اكتساب الوزن، كما ونشتري الخنازير العضوية من المزارع العضوية الأخرى. لا يقومون بمعالجة إنتاج مزرعة العائلة العضوية. يربون الخنازير هنا ويبيعونها بوزنها الحي، وهي من السلالة الهولندية لاندراس. اشتروا قبل عامين 40 رأساً منها، وزاد حجم هذا القطيع خلال هذه الفترة 10 أضعاف. تلد الأمهات صغارها طوال السنة من 9 إلى 13 في كل مرة. يقول المدير العام فيكتور مارتينينكا أن عملهم يقوم على المسؤولية والرعاية. سنربيها في المستقبل حتى في فصل الشتاء، لذا نركب مصابيح الأشعة تحت الحمراء التي توفر الحرارة وتقتل الميكروبات الموجودة في البيئة الخارجية، كما وأن الصغار سيتدفؤون بالقرب من أمهاتهم. نريد أن نتطور أكثر ليصل عدد الرؤوس في هذه السنة إلى 3000. يوجد لدينا حظيرتان تتسع عموما لستة آلاف رأس. حازت الخنازير التي يربيها على جميع الشهادات البيطرية الخاصة اللازمة وشهادات الجودة. ومرة أخرى الشيء الأهم هو الزراعة العضوية دون أي خلائط أو هرمونات للنمو. ومن البروتينات والمكملات المعدنية يستخدمون الكعكة العلفية والنخالة وفول الصويا فقط. نطعم حيواناتنا النخالة والكعكة العلفية، تتكون من الذرة والقمح والشعير بنسبة متفاوتة، وكلما طحنت أنعم كلما كان امتصاص الجسم لها أكبر. هكذا تنمو، وفي غضون 7 أشهر يصل وزنها إلى 120 أو 140 كيلوغراما. نوع الخنازير هذا مخصص للحوم، ويمكن القول أنها صحية، ويريدون في الصيف إضافة نوع فرعي تجريبي يسمى لندراس البري.
كما ونخطط لتهجين خنازير اللاندراس بالخنازير البرية. الخنازير البرية أيضا لا تحمل الكثير من الدهون وتحتوي عمليا على اللحم فقط. إذا هجنا الخنزير الأبيض مع الخنزير البري فلن نحصل على طعم اللحم المطلوب. لحم الخنزير البري قاس، ولكن هذا حسب الأذواق. فإذا كان أحد ما يريد لحم الخنزير البري الذي لا يباع ولا في أي مكان، يجب عليه أن يصطاده. لذا سنربي لحم الطرائد. لزيادة عدد الخنازير في المزرعة بنيت حظيرة جديدة مزودة بنظام تغذية آلي لتوزيع العلف، وستركب في المستقبل الألواح الشمسية للإمداد بالطاقة. الإنتاج العضوي هو مجرد وسيلة أو طريقة معينة للحصول على شهادة المنتجات الغذائية الزراعية. تتوفر عند جميع منتجي المنتجات الزراعية العضوية بشكل عام الفرصة للمشاركة في أي برنامج دعم تنظمها الوزارة متعلقة بتربية المواشي وفي البرامج المرتبطة بالمساعدة في شراء الحيوانات، ويمكن الحصول لاحقاً من رؤوس المواشي هذه على المنتجات، ومن ثم بناء وتطوير مزارع تربية المواشي بما في ذلك المباني والمعدات، وهذا أمر مهم. ولكن هذا ليس كل شيء. إذا كان منتج السلع العضوية هو مزارع في نفس الوقت، فيمكنه المشاركة في عدد من البرامج. وإن كان التعويض للجميع عند شراء المعدات والتجهيزات يبلغ 25%، فعند المزارع يساوي 40%. المرتديلا من الطرائد، كان هذا الطبق حتى الآن الطبق الملكي في مطبخ حراس الغابات، أما الآن فسيتحول إلى سلعة استهلاكية تحمل علامة الجودة الأوروبية. نحن حائزون على شهادات شركة أوروبية تقيم وفقاً لمعايير الجودة في الاتحاد الأوروبي. يمكننا تصدير منتجاتنا إلى الاتحاد الأوروبي وتباع هناك كمنتجات عضوية. هذا نظام عضوي، وحتى عندما لم يكن هناك وجود في أوكرانيا لقانون حول الإنتاج العضوي بدأ هذا النظام يعمل. نشط في العام الماضي طلب السوق الخارجية على لحوم البقر والخنزير الأوكرانية، وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة صدر إلى روسيا البيضاء ومولدوفا وأذربيجان وكازاخستان وجورجيا 22,000 طن من لحم البقر و6,000 طن من لحم الخنزير. أنا أحب عملي ويروق لي أن هذا لا يعجبني وحدي بل ويعجب المستهلكين والبيئة أيضا، وهذا يحفزني ويدفعني لتحقيق الإنجازات الجديدة.